وضربة حرة. حاتم سكر الإسماعيلي اتأخر بجون دقيقة 67 عن طريق مصطفى شكشك. فاول من مكان حلو قوي، بيركز حاتم عشان ينشن على حد من زمايله، يعلقها بعيدة ويدي ركلة جزاء. ركلة جزاء، لمسة يد وركلة جزاء تانية للنادي الإسماعيلي. لا، مباراة في الشوط الثاني بقت أكتر إثارة، سواء بركلة الجزاء بتاعت عماد حمدي أو الجون الجميل اللي جابه شكشك، وادي ركلة جزاء بيديها على طول إبراهيم محمد. أدي اللعبة، وادي الحدوتة من أولها، وشكشك كده اللي جاب الجون هي اللي خبطت الكرة في إيده. أدي اللعبة أهي، والراجل ظهره للكرة وقرار على طول من إبراهيم محمد بركلة جزاء لصالح النادي الإسماعيلي. هنشوف القرار النهائي بعد العرضية اللي عملها حاتم سكر، وقلت فاول من مكان حلو قوي. الكرة اللي اتعملت وشكشك بيقول له ارجع تاني للفار، خلاص اللعيبة حفظت، انما حكم هو هيرجع من غير اللعيبة ما تكلمه او تقول له ارجع للفار ولا لا؟ خلي كل واحد يعمل الشغل بتاعه. عموما وصلنا للدقيقة 70، 20 دقيقة تقريبا على نهاية المباراة، وضرب الجزاء تانية للنادي الاسماعيلي. جالهم ضرب الجزاء في الدقيقة 60 تألق فيها رضا السيد، ودلوقتي هوت من العرضية ولمسة اليد بتاعت شكشك. المرة دي بقى خالد النبرسي قال لهم أنا هتكفل بركلة الجزاء. إم بسجل ثلاث جوان من ثلاث ضربات جزاء خلال الثلاث أسابيع، منهم مرتين أمام فاركو لقاء 4-3، وضرب الجزاء في لقاء بيراميدز كان سجلها برضو علي فوزي. ثلاث ضربات كلهم سجلهم علي فوزي، نسبة إجادة 100% على مستوى ركلات الجزاء. كان في 15 ضرب جزاء في كل الأسابيع اللي لعبناها لغاية مباراة النهاردة، وكده ضربتين يبقوا 17 ضرب جزاء. بعض المفردات الرقمية لدوري نايل 2024-2025، وجماهير النادي الإسماعيلي تترقب الحوار ما بين خالد النبريسي ورضا السيد. خالد ورضا، خالد ورضا، يا ولد يا رضا، مش ممكن الولد ده، مش ممكن الولد رضا السيد. خالد النبريسي في نفس الزاوية ونفس الشكل بتاع عماد حمدي وبنفس التألق لرضا السيد. رضا السيد يتعملق ويتألق ويشيل ضربتين جزاء، مش ممكن، مش ممكن النهارده لعيبة النادي الإسماعيلي. ضربتين جزاء الدقيقة 60 والدقيقة 71، وبطل اللقطتين هو رضا السيد. حالة عدم توفيق للعيبة وحالة إجادة وتألق وتعملق لرضا السيد اللي بيلعب النهارده، قلت تاني مباراة ليه في دوري الموسم الحالي. أدي اللعبة، والراجل متوقع ورايح وعامل التراي 10 على 10، نموذج رضا السيد. ادي اللعبه اهو، بقول نفس الشكل كان لعبه عماد حمدي بتتعاد.